مورينيو لا يغير عاداته، تراجع أداء روما فوجه سهامه نحو لاعبيه والحكام والانتقادات. انتهى شهر العسل بين جوزيه مورينيو وروما بعد الخسارة الصادمة 3-2 من فينيتسيا في الدوري الإيطالي أول أمس الأحد، ليدخل نادي العاصمة في أزمة، ويكرر المدرب البرتغالي شكاوى مألوفة. واستمتع مورينيو بانطلاقة قوية في روما بالفوز في 6 مباريات متتالية بجميع المسابقات، لكن منذ تراجع الأداء انتقد المدرب صاحب 58 عاما لاعبيه وانتقالات روما والحكام. وعقب هزيمة أول أمس الأحد قال إن هذا ليس عام الأحلام الكبيرة، شاكيا من غياب التوازن بتشكيلته. وأضاف: عندما تفقد لاعبا للإصابة أو الإيقاف يجب أن تخترع شيئا، والافتقار للعمق في تشكيلة شكوى مألوفة بالفعل، لكن توجد أعذار قليلة لهذه النتيجة. وصعد فينيتسيا من الدرجة الثانية ويصارع من أجل البقاء حاليا، ودخل المباراة وهو يملك أسوأ هجوم، وأصبح روما أول من استقبل 3 أهداف من فريق المدرب باولو هذا الموسم، وحقق ذلك بعد تقدمه 2-1 بين الشوطين. وبهذه النتيجة تراجع روما للمركز السادس بعد تحقيق فوز واحد في آخر 7 مباريات في جميع المسابقات، وجمع 4 نقاط من آخر 5 مباريات بالدوري. ووصفت صحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية ما يحدث في روما بأنه سقوط حر، وأشارت في تقريرها إلى أن متوسط نقاط وأهداف روما انخفض من 3 نقاط إلى 3.1 أهداف في أول 6 مباريات إلى 0.8 نقطة و1.3 هدف في آخر 6 مباريات، كما ازداد متوسط الأهداف التي هزت شباكه في المباراة من 0.3 إلى 2.3 هدف في هذه الفترة.